لك بتطقه. شو الطقه؟ ليش الطقه تايه؟ وليش تطقني؟ طقك يبون ابي ناخذ حق. عطل عين عطل عين الحمراء يا ابو محمد ابو دويس. يا رجل ابو محمد ابو محمد هو ما بفهم. هو ابو محمد كيف؟ خليك تجلس يا رجل. والله الشرع مو على ابو دويس، الشرع على اللي طوعت ابو دويس. وين كروح على بيتي؟ وين نروح يا ابو محمد؟ هم بروح بيتني وبيتني ما فيها احد بقعد هنا. شفت محمد ما يحترمون ترى؟ انت انطم ان شاء الله ان شاء الله. لا يعني ما في احد بيت. ما في احد بيت بروح انا. وين نروح؟ نروح. وين جايين؟ روح بيتكم. ما انا برايح. كفو عادل كفو عادل كفو كفو عادل 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 كفو. روح ولا لا؟ لا ما انا برايح. طيب 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 والله كفو كفو عدولة كفو 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 يا عدولة كفو والله عدولة كفو 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 متأكد احنا ندخل ولا نمشي؟ ندخل ولا نمشي؟ والله شوف انا بمشي لو واحد اتصل علي قالت ان شاء الله كل مزرعه جيت قطع جلدك يا مريضه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مريضه عادي. ايه ان شاء الله. مريضه عادي. ايه ان شاء الله. اي واحد سوى مشاكل. اي واحد طقه. ايه. قطع جلدي ما. ايه ان شاء الله. لا يكون بطلنها ذهب. والله انا ما ادري عين ما ادري عين سياره رايح جاي ما بجاي تخلص. ايش دخلك انت ابي سيارته بطت في الورشه ما اي وش دخلك سيارته ولا سيارته؟ انا اقول لك هذه ورشه زينه خبر لك. شل 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 الشاب هايج من ناخذ الشاب الشاب هايج نقز على ابو منى يا جليله فيك الشاب جاي هايج مره يصير يسلم كلهم يخونون سلاح ما ابي لك قسم بالله عشان تتسنى. زين كمل ما الموضوع. اذا انت تبي ورشه زينه ايه انا وديك ايه شلها من هالورشه ذي تاكل سر تورد شو نسوي بقى.